من الاوريجين والنقطة لحد النقطة
طب دلوقتي عايز احسب الماجنتيك فيلد هنا والاوريجين برضه هنا، يبقى الار سرور دي كام؟ خلاص هي بزيرو. طيب الار داش يعني من الاوريجين لحد الدلتا اكس اللي هو الواي اف نفسه اللي هو هنا يعتبر مين؟ لو انا عملت فيكتور كده رو، يبقى اذا الفيكتور ار داش ده عباره عن رو. طب اسا فيكتور يبقى رو بسكت، يبقى ري ايه رو، يبقى ري رو في الاريا عوض. يبقى اذا الاتش دي هتساوي الانتجريشن للار دلتا ال. دلتا ال اتفقنا ان هي عباره عن ايه؟ هي ليها طول دلتا ال، بس هي كفيكتور يبقى دلتا ال ايه؟ فاي ايه فاي؟ مش الدلتا ال دي كلينس اسكيلر فاليو، هي دلتا ال، لكن كيور كدايركشن هي اتجاه الايه فاي ولا غلط؟ يبقى اذا تبقى ايه في مين؟ في الايه فاي كروس الار سمول كانت بزيرو، يبقى ماينس الار داش، والار داش هتقول عليه رو في الايه؟ رو. كل ده على 4 باي في الار دي قلنا بزيرو ماينس، يبقى هيبقى في ماينس لانك هتاخد كيوب للماجنتيود. كيوب لو القيمه نفسها ماينس يبقى هتفضل ايه؟ ماينس، مش ناقص واحد، مش 3 ناقص واحد يبقى هيفضل ماينس. طب الار نفسها كانت ايه؟ كانت رو. طب رو ايه رو؟ بس انا واخد الماجنتيود، يبقى رو ايه؟ رو كيو. يبقى الماينس دي راحت تاني مع الماينس دي، يبقى ده يساوي الانتجريشن للاي في دلتا ال في اي فاي كروس ايه رو؟ ماينس اي فاي كروس ايه رو؟ ماينس ايه نيجاتيف ايه زد. يبقى ده اديني هنا نيجاتيف في ايه زد مضروبه في الرو دي، والرو دي مع الرو كيو اديني تحت ايه؟ 4 باي رو سكوير. يبقى ده يساوي ماينس، طبعا الخلايا الدلتا ال دي دلوقتي هي اللي هيبقى عليها الانتجريشن، لان انا بعمل انتجريشن على طول الايه؟ من اللاين. طب الدلتا ال دي لما هكملها هتديني ال صح؟ طب ال دي تبقى بكام في الحاله بتاعتنا؟ ما هو انا دلوقتي انا بكمل بالنسبه لمين؟ للنكس. الاي دي كلها ست ولا فاريبل؟ وال 4 باي رو سكوير يعني انا المفروض اقدر اطلع هنا ماينس اي على 4 باي رو سكوير بره. ده الانتجريشن بتاع مين؟ بتاع دلتا ال في اتجاه مين؟ الاي زد. طب الانتجريشن بتاع ال ده بقى كان هيديني ال، بس ال دي اللي هي ايه؟ طول الوقت. طب طول الوقت ده بيساوي ايه؟ بالظبط، هشيل الدلتا ال واحطها رو دلتا فاي. مش دي كده سلندريكال كوردينيت او بولر كوردينيت؟ في الحاله دي المفروض الدلتا ال هي عباره عن رو في دلتا فاي، يبقى هشيل الدلتا ال دي واحط بدلها رو دلتا فاي. طب الانتجريشن بتاعك يبقى من فين لفين؟ من فاي 1 النقطه دي هنا اللي هي الزاويه دي اللي هي فاي 1، وعند اخر نقطه على الارك الزاويه دي فاي 2، يبقى كامل من فاي 1 لحد مين؟ لحد فاي 2. يبقى اذا الاتش هتساوي ماينس اي اوفر 4 باي رو سكوير في الرو دي هتطلع بره الانتجريشن، والانتجريشن بتاع الفاي دلتا فاي بفاي من فاي 1 ل فاي 2. طبعا كل ده مين؟ ايزن. يبقى اذا ده هيساوي ماينس اي الرو دي مع السكوير، يبقى يبقى لي تحت 4 باي رو، وهنا دي هتبقى فاي 2 ماينس فاي 1. طب فاي 2 ناقص فاي 1 من هنا عباره عن مين؟ عباره عن، يبقى اذا ده هيساوي ماينس اي 4 باي رو في العلم. كل ده في اتجاه مين؟ الايه؟ يبقى انا لو حبيت اجيب ماجنتيود
يود الماجنتيك فيلد هيطلع اي فاي على 4 باي في الحالة دي. في مشكلة في المسألة؟ كويس اللي هو أول خطوة اللي هي ماين اللي هي في الأسئلة بتاعتها هو الماين مش رقم على أساس بيو مش فيه؟ سبب الماين أول خطوة خالص اللي بيها ماشي الماين مش رقم على أساس بيو اللي قبليها اللي قبليها اللي هو الماينس ار رقم الماينس ار ده الماينس رقم على أساس بيو نسينا الماينس اللي هنا ولان اصلا انا عشان نسينا يا شباب الماينس دي لا دي راحت تحت دي راحت تحت انا هاخد لو دي صفر صح؟ وهنا في ماينس حطينا هنا الماينس هو بيقول ان في ماينس ناقص لا لا دي مظبوطه كده هو ماينس رو اي رو صح؟ وده دي صفر وهنا ماينس هيبقى ماينس صفر مش ماينس رقم على السرير اه سر الابسوليوت وبعدين المفروض كانت هتبقى بلس زي ما هي بلس زي ما هي يبقى هنا عايز ماينس والماينس ولا ده كانت ماجنتيود وكانت جايزه صح؟ حضرتك طب بقى القاعده هندرسها طب القاعده احنا اتفقنا ان لو واير ستريت واير قررت ماشي في الستريت واير كده يبقى الماجنتيك فيلد ازاي؟ طب طبق بقى على كلامنا هنا الكرنت ماشي في الارك اللي عليه سؤال بري يبقى الكرنت ماشي كده يبقى الماجنتيك فيلد كان لازم يطلع فين؟ في الايزن فاحنا لو كنا عايزين نطبق القاعده كنا هنلاقي ان في شرط ماينس عندنا فكنا هنرجع نكتشف في الحسابات ان كان في ماينس عندنا غلط لان ده الماجنتيود يعني هي ماجنتيود ناقص اكس بتساوي هي مش ناقص اكس تكعيب هي ماجنتيود ناقص اكس تكعيب فلما ناخد ماجنتيود ناقص اكس يبقى اكس هنيجي نكعبها يبقى اكس تكعيب طب جت لك في المسألة في الامتحان ما خليتهاش ارك بس عملناها سيركل كاملة جبتهالك سيركل كاملة ايه اللي هيختلف؟ ولا اي حاجه من كل ده هيختلف. هيفضل كل ده زي ما هو. الفرق الوحيد هيبقى ايه بقى؟ هتقول فور كومبليت سيركل ايه اللي هيحصل؟ الفاينل كام؟ 2 باي بكام؟ هي مش من 0 ل 2 باي هي هتبدا من فاي 1 ب 0 لحد فاي 2 باتنين بار يبقى الفاي نفسها بكام؟ باتنين بار يبقى الفاي باتنين بار يروح مع بعضين فين؟ في المعادله بتاعتنا اذا الماجنتيك فيلد بيساوي اي في 2 باي على 4 باي رو باتنين باي في الواحد على 2 باي فيها 2 يبقى هتساوي اي على مين؟ على 2 طلعت كل في اتجاه مين؟ في مشكلة في المسألة؟ في مشكلة في المسألة؟ فممكن أجيب لك أي بقى شكل في أي اثنين أقول لك احسب لي الماجنتيك فيلد عند النقطة الفلانية هتمشي بنفس الاستبيان تحط المعادلة العامة وبعدين تبدأ تمشي الخطوات بتاعتك واحدة واحدة هيعمل لك انتجريشن هتعمله تطلع الصورة النهائية اسئلتنا غالبا بيبقى سؤال زي كده بيبقى سؤال ان جنرال زي اثبات كده بتعمله وبعد ما بتطلع لي